قلت لك ايه راح ياكل النمر، النمر السودا شباب مجوع، النمر وطاير ورا باب البكره وكل شويه صح على بعده اتوس للبكره يعني طاب طاب، وهذا صوته قوي والنمر لابس قناع وجلد، اخاف يضرب روحه بالمحجر ولا انه فالت وطاب على عده يومك. لو عده كان حاط شيس ورا العمليه يعني ما عنده طوط، حاطين شيس هناك ذاك المكان، الحاصل يعرج عكاسته طاير ورا النمر. قلت له يابا بس فهمني شبيك، قلت له انت ما لك شاره غير يم الموضوع، ادي طياره هليكوبتر راح تجبت الشبك اللي كنا نطلع انا وقصي نصيد بيها خنازير، كان قصي شي يسوي يجيب الكاميرات يقول ابو شاهين طير بالهليكوبتر ذب الشبكه على الخنزير، بس اقضبه اصيد اتصور الكاميرا على اساس انا حاصره اضربه كسريه، ايش اقول لك انا قصي طالع على خاله عدنان الناس رقم واحد. زين الحاصل جبت الشبكه مع صيد الخنازير يا شباب، وحق هاي الليله عميد وصفه موجود وملازم هو المنعم او رائد حكيم، تحياتي لهم ثلاثتهم حي يرزق باستراليا، النهار كله يدقون دومنا لان لا شغل ولا عمل، ضابط قديم ما يقدر يرجع. الحاصل شباب كان اعلق لك الهليكوبتر بالحارثيه فوق على القصر حج مصطفى العبادي على راسي يا طيب، فر 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 اباوه على ايدي ضرب عليها طلقتين، سحبت انا التوكاريت من فوق نزلت الجامعة مع الهليكوبتر، قلت العلب وعوجي قلت له وحق لا اله الا الله انزل عليك بالطيارة اضربك، بالطيارة اضربك هيك انزل الطيارة اقعدك بالقاع، باو علي علب وعوجي قال انا اصير وياك اصير ويا الاستاذ هذاك اصير عليك علب وعوجي طينا بكلة هذا تخبل علي هذا حتى بابا ما مسيطر علي، قلت له على ابو عوجه باوع انا احكي وياهم نجا ما مطيرها مطيرها يعني تقريبا تباوع عليها ماكل مراوح، قامت هيك تسوي الدشداشه مال عدي القلبيه شباب هيك قامت حق هاي اللي الحاصل يا شباب على ابو عوجه طاير القاط ما تيرف الرباط طار الرباط مال على ابو عوجه قام يطير، شلون هذا الوير يا ابو احمد يدق خشبه يعلق بالرباط، سحبت التوكاريف شباب قلت له على ابو عوجه بس اشوفك تشمر لبكره ارميك لو القياده كلها توقف بظهرك ولك، وانزل من الطياره اسحق على راسك وراس ابوك بالبوت الجوز ولك هنا حمت الحديده من يشوفون عيون حمر، وحق هاي الليله شباب اتحدى اكبر واحد بذاك الوقت يوقف بوجهي، لان كان دائما السيد الرئيس يقول الكل يحتاج له 15 دقيقه يمتز غضبه يلا يوقف قدامي، الا ابو شاهين يحتاج لاربع دقائق يمتز غضبه يلا وقف قدامه، هذا الشيء معروف للحزب وللثوره انا ذاك. الحاصل يا شباب نزلتها قنصت عدي انحصر هو والنمر مكان كان اذب عليه الشبكه، ذبيت عليه الشبكه عزلته عن النمر، هاي الشبكه مثل السليه من تسحبها تلم، لميت عدي كان يطلع من الظروف مال الشبكه رجلي اثنيناتهم وهو هيك مشلب، وكان اجرب الطياره من القفص طر 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 طلعته باوع صح اركض على اوجه خابه على بابه هذا واحد ابن عود دجله هذا تقبل، قلت له لا كل شيء ما راح اسوي لك اردحت شو وياك ما ضربني، قلت له ما ضربك ولا قلت له والله خلاص احد بالمسدس دب المسدس، نزلت شباب على الحارثيه اكو مثل المصطبات خشب قدام المسبح، قلت له شنو في المك، قال انا ما اخذ نصيحتك ما زعلت مع اللجنة الاولمبية بالصين وعندي وقلت له على ما اريد ما اريد لك اني انا اغرب رجال معدن وكلامته. الحاصل انا افتهم عليه، الحاصل يا شباب قلت له باوع يوم من الايام شباب قبل شهرين من تموز صارت اللجنة الأولمبية بعد الانتفاضة آنذاك عدي راد يصير لوتي، إيش قال؟ قال أرد أصلح علاقتي ويا أهل الجنوب، راح أختار رياضيين مين من الجنوب أدخلهم باللجنة الأولمبية، أنا خو ما ذاب حمل كله على كرة القدم، راح أفعل الرياضات الأخرى ساحة وميدان وغيره وما شاكل ذلك ورفع الأثقال وهذا، فيفتر قام على القاعات بالبورشة الحمراء مالته اكو واحد رباع من اهل البصرة اسمه خضير
خضير هادي لحد الان اتذكرها هي خضير هادي اسمه. فخضير علي، خضير علي هادي الحاصب. فيا شباب رباع ومن اهل البصره من التنومه اسمران طويل معضل اختاروا انا ذاك. هذا شي يريد، رحت انا ويا اللجنه الاولمبيه للصين، لقيته برج الثلاثة ثلاثة وربع بالليل طلع كانوا يبيتون الرياضيين بالسفارة العراقية بأي دولة كانت أنذاك. فيا شباب لقيت خضير على هادي وين؟ بثلاثة بالليل أنا قاعد أدخن بالصالة مال السفارة، سمعت فتحت باب، قلت له منو هذا ولك؟ قال العفو سيدي أنا أريد أروح للتواليت. قلت له هاي يلا خذ راحتك. أنا قاعد كان لابس بوقتها تراك سوت رياضي لونه رصاصي برقم ثلاثة هنا بالرجل اليسرى أردان. أنا مددت على القنفة مال السفارة، كانت القنفة جلد أسود وقدام الميز مال السفير غرفة الضيافة مال السفارة. مددت أنا يا شباب هيك مدد أباوع شفته طلع فتح الباب على كيفي وغلست ما قلت له هذا منو. طلع افتر بالشارع افتر 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 ورجع. اول ما طب قلت له وين كنت؟ قال راح احكيها انت من الناصريه وانا من البصره. قلت له ايه. قال ردت اطلع اطفر اطلب لجوء، ولكن يعني حتى الانسان اللي يسندني باللجوء ان كان صيني انا ما اعرفه لان كلهم نفس الشكل هيك ونيهاو كمستك نيهان هان كمستك. قالوا ما اعرف يعني لا اعرف لغتهم لا يحكون انجليزي كلهم نفس الشكل، حتى اذا وعدت شخص معين اللي هو هذا راح يطفرني يا شباب. فانا خاف ثاني يوم اروح على غير واحد لان كلهم نفس الشكل. حبيب فرانكو قلت له حجي شغلتك بطلها، لان هاي الشغله اللي صارت تريد تقوي العلاقات بين بغداد والجنوب. فأنت اليوم من اختاروك باللجنة الأولمبية أنت مختارينك تمثل العراق وليس تشرد من العراق. راح أغلس أنا راح أغلس، بس إذا وصل خبر العدي وطق العكازة وأبو البكرة ما سيطر عليه ترى يشيل العائلة كلها. الحاصل قال إن شاء الله شفته يحوس يريد يطلع بالمؤتمر مال أمريكي باللجنة الأولمبية تمثيل العراق. يلوب يلوب قلت له عدي تقدر تغير هذا الرباع، ولكن أنا ما قلت له هذا يريد يطفر. اجا واحد ثاني ملازم أول حكيم فقال له سيدي هذا الرباع تقدر تغيره؟ قال له انت شنو اللي لفته غير كلام ولا بشاهي، واني اذا اثنين يحجون فعل يعني يقلب عنده لازم انا ادلعو على كفالتي اريد الرباع خضير على هادي يروح الامريكا ويمثل الألاق الأكفال ومنظر يحل حتى قدام بابا ماما. كان لابس قاط رصاص وقميص أبيض ورباط مرقط لحد أنا نذكر. قاعد يمنع عميد محمد وقاعد يمنع على بعوجة، وكانوا جايبين واحد استوى من الشعب يسمونه علي سبانة. شباب علي سبانة تشفه هيك اللي يهبده بأجل ثلاثة أيام يأكل شوربة. مرة ضرب طارش هذا الممثل بأجل خلاه ثلاثة أيام يأكل شوربة، ومن وقف باب القصر الجمهوري أجر تاكسي أبو تاكسي تدريش قال له قال له قبر لفك من الظهر سكران سواه شون السكران واقف باب القصر الجمهوري ويلو أجل واحد. قلت له در بالك توقع بيد علي سبانة هاي نصيحة والنصيحة بجمل افتهمت لو لا؟ أخذها بحيل صدر. طلعنا أنا بوقتها ما رحت للمؤتمر الدنيا انقلبت عدي السودان قلت لك طب للقفص وهذا قلت له شنو السبب؟ قال خضيع على هذا الشباب بأمريكا حالياً هسه هو ميشيغان طلب لجوء بولاية ميشيغان حكي على الحزب والثوري حكي على صدام حسين وأنا جاي أدور على أهله بدل نفيس فحص. قلت له شلون؟ قال أدور على أهله بدل نفيس فحص، بس أنا كل ما أخذ خيبة بالقرآن يطلع ولا تزر وازرة وزوجة أخوة، يعني لا القانون ولا الشرع
يقبل النوبل يعني اروح اشحط امه وابوه اجيبهم النوبل، بس لازم اسوي له اعبر موقف للقياده لو طلدوني من اللجنه الاولمبيه. قلت له تعطيني كلمه ما تحكي وياهم ما تاذيهم؟ قال لا بس ارزلهم. قلت له انا راح اجيب لك اياهم واجي. شباب طلعنا للبصره للتنه وعبرنا الجسر الدوب، كان الدوب عبرنا الجسر على البساتين. وصلنا بالستة الصبح اكو مرة خطية واقفة بالباب لابسة عباية، قالت يا ستار يا رب هاي راح ياخذون منو اليوم؟ قلت لها راح ناخذك. قالت شلون يمه؟ قلت لها وياك العقيدة ابو شاهين ابن الناصرية. وين زوجك؟ قالت ليش اكو شي؟ قلت لها منو بالبيت؟ قالت انا وزوجي وحميد. قلت لها منو؟ قالت انا وزوجي وحميد. قلت لها دي يلا لعد انت وزوجك وحميد على السريع باللاند جروز. قالت شلون؟ قلت لها على السريع باللاند جروز. قالت بس حميد يلبس الكسوه. شلت حميد من الدوشه قلت انا ذبه بالكشن الورا، لان اذا وقعت بيد واحد ثاني انتهى موضوعها. جبتهم طبيت البغداد. اجت المره واجا زوجها كان مزين دائره ومسوي شوار بخيط. اول ما شافه عدي كان يقول لي شنو هالشوكولات هاي؟ تمين؟ قال له سيد انا من البصرة. كان يقول له لا انت شكلك مو مال البصرة، انت شكلك لون اسود ولا حمارة. قال له والله سيدي من البصرة. قال له دريت بعار البيت السرى؟ حكي على صدام حسين وعلى العراق. الأمه ايش قالت؟ قالت احنا يا شباب عبانا دازين علينا تكرمونا، كان يقولها نكرمك علي من على خلقتك على خلفتك الزفه. قلنا تكرمونا ليش ما تكرمون مرته؟ تكرمونا احنا على شنو؟ ليش ما تكرمون على فعلته وعلى خلفتك الزفه وعلى العيب التمثيليه على العراق طلب لجوء. الحاصل يا شباب وانا جاي ادور على مرته، ابدا النفيس فحص اذا لقى فتح اللي علقها على التانكي مع الباب الشوجي. يابا قلت لعدي احنا مو متفقين. كان يصير على عميد محمد، قال له محمد لا تصفن بوجهي سجل العناوين على السريع. سجلوا العناوين شباب، طلعت البنيه بالسيديه اهلها بالشارع التجاره وين جامع الامام علي مقابله. قلت له يابا خلينا انا اجيبهم. قال هاي المهمه انت. قلت له قال لي ان اذا ما يعني اقتل واطلع من العراق واروح لسويسرا يا محمد بازان ما اجي قدام الاولمبيه. الحاصل يا شباب طبيت للسيديه لقيت لي الشاب مبين شكله فرار جاي يلعب دعابل، مسوين دائره وجاي يلعب دعابل. اول ما طبقت الهارتوب مالتي شرد عبر على البيت طفرت عادانا علي. لقيته بالحديقه جاي ياخذ خيط. قلت له ولك اسحق على راسك بالبوت الجوز الجاي يسوي لك. اوف السالفه خطوه للشباب على هذا الضحك والاستهزاء خطوه. اوف باكر نكمل حبيبي سامي في دول قلبه. يعني هاي قصص من التاريخ، اكو شيء يضحك؟ للاسف. شباب بس شباح. سلوان الحبيب في دول قلبك يا سلوان، كمل ابو شاهين. دي صيروا مثل مرحال. صير مثل مرحال. صير مثل مرحال. كفو يا مرحال وفدوى اروح لك. الترتيب اليومي يا شباب نزل صار يومين ما فاتح اللايف. شدوها شير وتكبيس. الحاصل يا شباب طفرت عليه صعدت كان اشبخ عليه جريته منه ذاناته هيجي. قال لا ذاناتي ذاناتي ذاناتي. كان اذنت له بعجلين هيجي واحد فوق الثاني كبس. قلت له شنو هاي البجامه ولك طالع كأنك ابو حالوب؟ ما عنده غير هاي البجامة العريضة؟ قلت له خلاص وين؟ خلاص تصير مرت الرباء؟ قال طفرة الكركوك.
قلت له شلون؟ قال طفرة الكركوك ومناك على الشمال وخارج العراق. عسري أنا ماكينة بجيب الشباب كان زينة صفر على متعبر موقف للحزب والثورة وللقيادة بذاك الوقت. صاحت الأمية يمه سعد سعد يبو طفر علينا أبو طبر لحقوا يا ناس يا عالم. قلت لها يا أبو طبر ولج أبو طبر بالسبعينات إحنا بالتسعين بعد أبو طبر براسج. قالت لعد أنت منو؟ قلت لها أنا أبو ربط البيت فلش على راسك اليوم وذا ما تطلع أخلاص ولج. شباب عوف السالفة ختولي على الضحك هذا عوف السالفة عوف ختولي نصوشكم الله بسم بالله مو وادم مع احتراماتي للطيبين يعني هذول كم واحد ألف مرة أقسم بالله عد استعداد حتى لايف ما أفتح أنا لو ما العالم تضغط علي على سنيب شات أنا لايف ما أفتح شباب وهاي قصة للتاريخ وانت جا تضحك أضحك على روحك أضحك على روحك تكبيس وشير على السريع على المليون يلا يا شباب كمل حجة كلها من ده أنا حبيب ميدان تلفزيون وأحداث مفتوحة ورجعتك هسه أنت حالياً بالحديقة أنا نايم فوق سعد جاي زين بي وهم جاي تباوع من شباك المطبخ وتنعي تضحك وهذا منظر يضحك يا جوان اليهودي كمل لحظة شباب طبقت وراء السيارة علي بن أبي طالب بس الأمة داعية علي وقع بصدري إذا ما أسوي كباب وحق لا إله إلا الله شباب تدري انت هنا منطقتنا شكو وحدة حامل تدعي من الصبح لليل تكون حامل بابنية مو بولد خاف يوقع بصدري من يصير مراهق وألوي إذانه خاف فد يوم من الأيام يوقع بصدري وألوي إذانه مرة لقيت وحدة بالمستشفى تبكي قلت لها شبيك قالت لا اعتراض على حكمتك يا ربي راح يجيني ولد بس من هسه أريد من عندك ورقة توقع عليها من دفتر إلى 10 دفاتر خاف فد يوم مراهق يسيء الأدب من يوقع بصدرك تركه لأن جاي على 6 بنات قلت لها قاعدة كتي والست بنات أخليك تنعين طول العمر ولج أنا على أبوك لا أبا حتى فلوسك ولج أبو شاهين ما ينشر بفلوس شباب قلت لها مكان ما تفكرين تربينه استراحة شباب على هالأغنية ايش قد هي ها؟ أنا ولد على سف على سف تفضل تدرون ايش قال لي واحنا شعلينا بالقلك احنا شعلينا شعلين احنا ايش قال لك قال لك حبيتك حب ما حب اي انسان راد يطلع من عندك بنتيجة لقاك عار طفر اكو غيرها اليوم الابنية ليش تحب الشاب تقول لك بلكي تطلع منه بنتيجة يجي يخطبني على مود بنات عمي ما يسمني العانس ابر عليك القطار كبرت الزوج ياها تشان زين ولقيتك 6 أشهر بس تليفونات ايش وقت تشتغل ايش وقت تتكون نفسك طفرت ما مستعدة تجي تسمع نحيب
تبكي عليها. تدرين ايش قال لي؟ ايش قال لك؟ يكذب عليك، راد يطلع منك بنتيجة. كل واحد يريد شغلة لازم شوية يعني يمشي نفسه، يحكي له حكاية حلوة على مود يطلع بنتيجة. من ما يطلع بنتيجة يهمل. هذا طبع البشر هيك، طبع البشر هيك يا شباب. قلبنا خلصان، عندنا استعداد نحزن دقيقتين لا أكثر. ليش؟ لأن ما أنا خلق للحزن، وأي حزين يفلت من يمي، أي حزين يفلت من يمي، لأن ما عندي تشادر يا ولد، ما عندي هنا أنا تشادر. والثالث خلاص حزين أردبتشي، الله سمعت الأغنية مهموم، افلت من يمي. ما علي خلقك حسنين ورد. ماجد الحبيب بدول قلبك يا ماجد. اي والله يجي يمك وتعال. اكو طبيعة بشر يا شباب، كلب ابن كلب حش السام، يفتر يمك من الصبح لليل بس يسولف لك هموم. شك طاقة ايجابية عندك تطير، شك طاقة ايجابية عندك من تقعد الصبح يا فتاح يا عليم لحد ما تنطمر تطير طاقتك الإيجابية، تسحب السلبية كلها من عند لين تسمع له وتتعاطف وياه وتقول خطية. هو ينام يشخر والتليل كله ظل تلوب، فإحنا ما مستعدين لهيك طاقات، لأن أول وتالي يا شباب لابد وأن يجي يوم وتوقع بيد علي العمية، والله إذا وقعت بيده الله يدفنك وروح يضرب سمك. عنده هيك استعداد على العميل تشيلك صراحة. بس أرد أعرف هديرس وين. دفتح القيست أغبر. شوف يدك شي تريد كسرة هسه. اروح لك فدوة لقلبك يا غالية. ابو باع السناب احترق علي ابو شاهين. كمل. وصلنا لبربد. شباب حطوها علي نقطة يتبع، راح أسوي مسلسلة كاملة 30 حلقة 40 دقيقة تخلص المسلسلة. وصلنا لحد الآن الموجودين باكر تذكرني بها وين وصلنا شباب. لابو رابط من الجزء الثاني باكر مسلسلة كاملة راح أسوي، ما بيها شيء. أنا رجال سيناريو حوار، عندي استعداد أسولف 3 ساعات 4 ماكو مشكلة. شنو المشكلة؟ تنويع لازم نسوي يا شباب. وصلنا لابو رابط. وين شباب؟ خله خابره. خله خابره. اجيب الشيخ اشتغل اكس مربع شباب. راح العب ويا تحدي على زيان 0. اريد اطلع طفل الانفاس اليوم. شايفه هو من زين 0 شلون يطلع؟ يطلع كأنه صول حليبي. صول حليبي يكرم طاره الله. جاي ينصح يا أهل يسمع نصيحتك. هي العالم منه ما أبو ما يسمع نصيحة يسمع منك. على سف أبو شان شباح راح ألقى عمال حديد. يا حديد هذا الراح عليه شباح، بس أردفتهم يا حديد. يا حديد المجدي اطيني اسد، اطيني اسد حباب، ذب الاسد ذبه. تجي باحترامك
لو اقلب اللايف عليك مقبره، مقبره اقلبه عليك ولك. مجدي اعطيني اسد، اعطيني اسد شباب، بس شويه من رخصتكم على هاي الصفحه واخر التليفون من يمك. لا ابو شاهين والله جاي الشاقه، تعال تعال ولك. ابو عراق منو؟ ابو عراق ابو شاهين اريد بايسيكل، بايسيكل اي بايسيكل ابو الدبلات لو هذا العادي تريد، على مود واحد يعرف اذا ابو الدبلات وضعه يختلف عن العادي. بايسيكل كهربائي عند فرن صمون ارد اروح. ها حلو حلو حلو، سهله تدلل تدلل. راح اغير الاسم شباب، راح اكتب ابو شاهين المظلوم، راح اغيره اليوم بالليل اغيره ابو شاهين من جديد، ابو شاهين المظلوم، لان هاي مال خادم المظلومين تعبتني وطلبات تخوف. بايسيكل دراجه مثل واحد كاتب لي السلام عليكم، سمعت تريد الزوج 5 نفرات واريد الزوج ليش؟ الدقاعة مال أعراس مرحال الحبيب بدول قلبك يا مرحال، قاعة مال أعراس عدي. اي والله ايفون ايفون 16 زين زين حلو، الأمور طيبة الأمور طيبة الأمور طيبة يا شيخ، يعيش الشيخ، الأمور طيبة شباب، الأمور طيبة سهلة. خلص شو اسمه صاحبنا، لا تضلين كل شوية كاتبانة على اللايف يا معودة، جيب الصمون موجود فوق فوق الفرن، خال الفرن هذا الباب الخشب فوق وخلي الصمون. كل واحد ياكل هسه ب 12 بالليل للاسف. يا هلا تعرف عليه تنفتح نفسيتها على الاكل. الفرن اللي يحمون بيه الخبز اكو فوق قاصر خشب، سله خشب يخليهم بيصمون، ما وصلت لك هاي الفكرة لحد الآن، لحد الآن أنا متأكد أنت تذب الخبز بالمجمدة، الطقة 4 علاليق والذبة، أنا أعرف بهذا الشيء، لذلك أنت يعني صار فشي عجيب عندك، شون يعني فوق الفرن؟ هنا بألمانيا فوق الفرن اللي يحمون بيصمون، الصبح تحطه على 2-3 دقائق بس على مود الدنفش الصمونة، أكو سلة فوق خشب. يحطون عليه الصمون، بيها الصمون على الفرن ويضربونه وصله حتى يظل فريش. يا حبيب قلبه انت، اسمع شباب طيارة؟ طيارة تريد؟ حبيبي علي أبو حسين في دول قلبك أبو حسين. شباب شير وتكبيس مارشال شباح دز لي دعوة وحدك، أنا رقم صعب
اكو عالم يعني انا باللايف ما اقدر ابلع، وانا انسان ما اقدر اجامل ومتكبر، يعني ما احس يريد يتش. وانا من اليوم ورايح ما امشي ويا اي شخص انا اضيف له، اريد واحد يضيف لي. افتهمت لو لا ولك؟ هاي ثاني مرة اقول لك، من الاخير الزبدة هاي، هم شباحة هم ابو خليل، هم شباحة هم ابو خليل نفس الشيء، يجيب لي واحد ويجي. لو اريد اصعد اي واحد اصعد ربعي، اصعد هاي العالم صعدتني النايمة باللايف من الصبح لليل، كان صعدتهم هاي شقد كلهم محبين، كلهم اصعدهم اسوي لايف يخوف. بطل هاي السالفة تجعصلك اسدين ثلاثة بالجولات وعلى اساس انت صرت مشهور، شهرة ما تجيب الفلوس، محبة وقبول بالوجه. اذا وجهك ما ينبلع تيدنا اعاند الله وابلعه، الله شو له منه. يجي جايب لي هذا الكئيب كئيب، يذكرني من كنت امر على سجن الرصافة واشوف ذول القاعدين بالباب للمواجهة جايبين فانيلات والباسات جوزي وتكة ميامي نفس الشكل، وعده شامة هنا. ما انا ما احب ابو شامة الكبيرة، ابو شامة الكبيرة ابعد عني، ثلاث نسوان عفت بسبب الشامة ارحمني. يا هلي دست عارش عندك كوستر؟ والله العظيم هاي العالم متروس اللايف محبين، اصعد اي واحد يا اخي. انا اي انسان عنده شامه ما احب ارحمل للكاظم ابو الجوابين، يفكني من هالعالم هاي. والله جاني يجبد لها فيك، يسوي يسوي بيك ما دام لك لطوط يصير خالك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الله يسلمك. احبك اصعد وياك ارتاح لك، احبك صراحه. الله يسعدك والله يا اخوي، احبك اليوم انت هم نفس الحال، اللي ما يضيف لك بعده هده بالصحراء خليه ولي. ونهايه البرنامج وكلهم كلبه بالصيني، اريد اتش اريد اتش. زمل بيها محرقها وحق هاي المطرة. لا 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 اذكر الله اذكر الله يا رجل. يعني صعد وياك شي يسوي؟ من يصعد وياك شي يسوي؟ اكو عالم من يصعد شي يسوي؟ لا سلام عليكم لا عليكم السلام. انا عندك 3000 شخص اطلع من عندهم 5 اصحاب محتوى يحرقون البرنامج. احكي لك صراحه، لو اسوي برنامج اكتشاف مواهب يجيني هم وذبل اسد يعني بلايف وقعد. طب بس طيب كفو، عدب الشباب عدب. ليش يسوي كذا؟ متامل ينزل اليوركو الاسد، يريد يرجع الصرف وين. يعني يريد يتش. اقول لك الصيني هو ابو البرنامج، اقسم بالله ابو البرنامج رجال مقرب، لا عنده ايدين ولا رجلين، فكانوا يتنمرون عليه بالمدرسه يسمونه بالصيني اجى المقطم راح المقطم خطيه. قعد بالرحله الاخيره قال راح اعلمكم درس ما تعرفونه بحياتكم، قاعد فكر سوى البرنامج، قاعد يم اخوه اسمه جين جون، قال له انا راح احكي وانت اكتب. سوى البرنامج قال له احنا من باب طلعت الكورونا من عندنا لان ناكل ضفادع وصراصر وعقاريد، شلون احنا العالم كرهتنا؟ شلون نصلح علاقتنا بالعالم؟ خلنا نفتح لهم برنامج 200 طياره 50
صدق ندهن بالعومة هذا اليوم أبو اللايف الفلس يقوم يحكي خلى دهن بالعومة بكم فلس نام وقعد الصين اللي قد الدنيا هذا اللي لطخ وجهه هذا الغاطب المسوح شوف الله 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 هذا طالع هو زوجته طقم في ورقص شي خبرنا بالنصايح انا الله اسكت طشرهم يخرب بيتك ما اقدر اسكت وهسه اكو مشاهير تدري شنو وضعهم؟ لا ما شاء الله زين جاي اشوفه اكثر من زوجتي كل ما طبع البرنامج القابل له يصيح ارحب ام بدي والله انك صادق انا ما جامل ابويا هسه لا والله العظيم مشاهد ما شاء الله في ناس يبثون 13 ساعه 12 ساعه وربي ما ولا مره سويتها ولا اقدر اسويها رمى تروح تكرم السامع للتوالي تسبح 13 ساعه قاعد وتلقاه هو بالمدرسه ما عابر سالس اعدادي تلقى هذا 13 ساعه لو قاعد قاربين كان صار مهندس وهسه راتبه مليون مليوني سما قاعد يدور على اسد والله يا عيال قال كل اللي بخطري لا لا انا ليش تفهم ابو جان التمجن والصيني قاعد الصيني هسه قاعد علي المقطع يقعد اكبر مشهور جيفارا بعين ربعه يمدح بالصين من الصبح لليل نشكر إدارة التيك توك نشكر المكتب الصيني على هذا البرنامج هرب شاربك الصيني لأن خبلت العالم شاربك أزمان هي سيارة شير وما توصل لأربيل بالطريقة تقوم تسوي بالحصوة الأخ كره أخوه الأمايا ما راضية لا على ابنها ولا على بيتها من وراء التشة المرة طلقت الشاب انحرف بابا مو هيك السوشيال ميديا يعني للضحك سوالف أوكي عندك محتوى أو تعال أبو الليفل الخمسين يريد يطب لللايف يتونس يضحك حال حال عالم أرحب الغالي أرحب الحبيب أرحب الشيخ أرحب العلم ارحب الحبيب عاف ألفين وتشلب بباحت هذا استحزرق أسد قتل القارب ما زرق أسد انحرج مرات واحد ما يريد يدعم يريد يتونس أسانش قد عد داعمين ملايين الداعمين ورحم الله والديهم الله يرزقهم وما قصروا عمي بس ما لا تحرج واحد ارحب الشيخ ارحب الغالي ارحب بعد قلبه ارفد واروح لك قلت له على الله دز لك يوم من الايام تشلبت بي عليك عليك ولزق البطانيه منه لو تجيب قالب ثلج بور وتفرك تفرك 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 ما ينشله والله يا شباح وحق هاي الليله يا شباح تكفى اسكت اذا طب واحد الليفل مالته 50 لو عمره 16 مثلا ابوه تاجر ويدز عم تونس يحب هذا المشهور يبتلى على الله يطب على لايف يريد يضحك على حال العالم الشيخ الغالي الحبيب عاف 4000 وتشلب بربه قلت شو لزق ببطانيه ام النمر لو تجيب قالك ثلج بور وفرك فرك فرك ما يهدك من غير الخاص عد جوله تكسير خشومه خير
كدوة أروح ترى دلاني حتى دليل ذكر من هذا بلا شنو الداحم رحم الله والديك مشكور ما قصريته يريد يتونس يريد يسولف واكو محتويات هسه باقوا داعميني وراها علي كتبوا للداعم قطعه ورزقي ليش سويت هسه واحد جديد اسمه فيتامين طالع يبكي يقول انا خسرت مليون على البرنامج اريد ارجع ابنوجي دعم اكو اجانب الى وجهنا بالبرنامج غير كانك ميتاب انت انت حتى خلفتك مو مال واحد ابن خير ودان يريد تش لا لا توقع بصدري ألزمك هيك من فتشك وبريفي فارك 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 شلون تاخذ جام اخلي شواربك يوقع عن شلون المزيد تفاحة واذبها بمعدتك هيجي واضربك موكس اخليك سوء وتظل فاتح لايف ساكت استغفر الله استغفر الله من 2019 لحد الان داعم بس اسد يعني صار الاسبوع يحكي وداعم شو يسوي الثاني؟ شو يسوي؟ هسه راح اقول لك شو يسوي ما خال ما يطلع فيديو حاط بس صوره اوكي السلام عليكم يا شباب انا في خاطر اليوم ادعم شباح من اليوم وانت منو؟ انت بزون؟ غير نعرفك انت منو؟ انت مش شكر مني او شقلك هو باب الاسكوبار كان يبيع المخدرات بالجرايد وهذا خاتل داعم اسد خاتل متنكر على اساس فاضل البراكو يا ربي شو شوف واحد مستقبله حتى من حير والله الى الاسوء الصراحه انا اشوف الى الاسوء البرنامج قاعد يروح الى الاسوء والله أكو واحد دعم فقير مليون صفحته بها ألف ثانية وصارت 39 ألف الكل يريد يسوي عملية 39 ألف يريدون يسوون عملية أدروا مستشفى أدى الرجال ابتلع على الله دعم أسد يرهن البرنامج وراح أكسر التليفون والله بدي أنا وياك رب الكعبة ورب اسمع اسمع السؤال صارت لي سؤال ما راح اقول اسم اي شخص لخلي رجال الله يستر عليه لفل والله العظيم يا ابو شاهين اقسم بالله والمشرفين يشوفون قبل يمكن اسبوع لفل قوي ما شاء الله تبارك الله توقع شنو قال لي قال لي طلع فلان وياك تشش ما يبي يتش يا هو يبي يساعد ذاك الشخص تخيل هو لفلة يمكن 50 ويبي يساعد شخص طيب ليش تقول لي طالع ما انت طيب انت لفلك 50 انت المفروض انت المفروض تساعده وخلصت انك تساعده وذاك كم اسمع ذاك حلو راح اجاوبك عني اسمع تدري ذاك كم يبي ذاك يبي 800 دولار ذاك يبي 800 دولار والداعم اللي جاء قال لي صعده وياك لفلة 50 والله الداير والله العظيم حطيت يدي على راسي قعدت افكر الموضوع قلت شكل الكلب مسوي له حساب ثاني ولا بينهم شاي ما ادري ايش السالفه وتركت الموضوع والله طنشته اجي راح اسولف لك سالفه مره اشتدت بي لعبت جوله قويه ادي حساب ثاني اسمه السطر الجارة مسحته راح دعمت روحي نسر قبل واحد من المشاهير قال الشخص اللي دعمته ترى ذبيت الفلوس بالمكان الغلط انا لا اقدر اقول له انا نفسي مش Valeu.
في زردان الحبيب. ليه؟ والله اتحاير شو اكتب له؟ لا اقدر اقول له انا دحمت روحي خاف اقول له شيء. تكفى ورب الكعبه قسم بالله ما اقدر والله تعبان والله ما اقدر. والله شباب اكو مشاهير شنو 13 زين. 3 ايام قاعد بالليل انا مره اشتغل السكيورتي واهلي كانوا يسوون تشريب خل تاكلهم الجوع. ابو الشغل قال ليش ما تدبل؟ قلت له شو ادبل؟ قال ليش ما تشتغل؟ هو باليوم 12 ساعه قال ليش ما تطيب لك 24 ساعه باليوم؟ قلت له لو اشوف اهلي بالاشاره يجدون ما اضل ما اقدر اضل 24 ساعه قاعد. صحيح 24 ساعه اشتغل ما يمدي. نهار بشر ماكينه محرك الماني هسه 24 ساعه اذا شغله يقوم يقوم. وديزل بشرط باخره ما تمشي 24 ساعه لازم تيجي على المدرج تطبل ترتاح وهو قاعد من الصبح لليل عيونه شلون تطنطل هالطول الوحده صارت كبس شير كبس شير ارحم. مدأكم مدى والله لو يسمعني ياها كان المهم حكيت اللي بقلبه حتى نام مرتاح. يقول لك اللي يحكي الصدق عباته مزروفه وانا العالم متعوده عليه اكذب لذلك ما اريد اكون صريح اكثر من اللازم. تعال شباب خلينا نلعب جوله هيجي شير وتكبيس شباب كبس فهود نمور شير قفل شير الغالي. لا والنوبة واحد لوقي ذاك اليوم كنا انا واحد لوقي بقاعه داعس نبحث نصور فيديو وين قاعد؟ قاعد على هاي القنفه ماكو قنفه لونها جوزي تذكرني ببيت من خطبت كانت داقه دوشيش هنا وشن ببيت مواليد 35 عندها صوره قاعده هيك على القنفه وداقه دوشيش نفس القنفه قاعد عليها هو. ليش انت ابو شاهين جبت على الداعمين وخلاك تسافر وتطلع؟ يعني انا ارجو من الداعمين ياخذون موقف من عده. زين مين تعارك يا نقوط ايش دخلها بالنص؟ داك رابع شعر استغفر الله رب. هذا اللي يحب وذاك الحزين وهذا اللي يسمع اغاني حزينه اللي عابتني اكلي عيتك ما خشي. ايوه 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 راسا نزل فيديو انت تقعد الصبح اللي يقول لك صباح الخير بدك الضربه لان دوره الدمويه متغيره وطابوا خمس احلام الى سته وعندك الف تفكير براسك تفتح التليفون الصبح تلقاه شغل هذا الموال. طف النور طف النور اهم شيء النور طف. والله ورا الظهر ورا الظهر الدكتور هو ياهل كي شغل شغل هاي ما حد. لا إله إلا الله بيشتغلي؟ وهيش يسوي؟ أيوة أيوة ودي غير العالم وانت بالحالتين قندرة أصبغك ما أصبغك قندرة.
والله يا عيون اليوم بقفل واروح التمرين وانا مستانس. هو انا اليوم قلت لمريض ارد اريح نفسيتك. انت والشباب يابانيين بقلبهم والله تعبان قسما بالله. وشاهين قال ابو شاهين انت عندك حجارتين، حجاره طلقتها 23/11 سنه 23 تشخط 85,000 شخص. السعد يوشة اسلم يعني لا لا تستغرب اذا في يوم لقيتنا حاط صور ابوي وجاي يحكي عليه الله يرحمه. ليه صور ابوك تريد اقسم بذات الله راح اخليهم ينامون بالسبع العصر واخليه يدعي الليل كله كود الصبح يقعد على صبحته ما يلقى صورته بطببه بموضوع. واذا ما حكيته بالله راح اسوي عليه فيلم قصه حياته بحيث هو من الطب يقول هذا اني ابو شاهين يقصدني. هي قصدك لان ليه؟ ليه؟ حزن تعالي حزن وياي. فرح واللي عنده فاتحه وميت لواحد وباللايف لازم يجي يضحك وياه ويرقص. احنا ما مستعدين هيك، احنا هيك ما مستعدين، احنا شعب عاطفه صحيح بخدمتك انا، بس اذا قلبنا على واحد يا شباب ماكو رئيس حكم العراق هذا اللي ندبب نهر دجله، هذا الداس الحلي دبابه، هذا اللي احنا طبيعتنا هيك يا ناس، ما نعرف نجامل، نجامل لحد ما يخلص صبرنا ونطق. يلا يا ولك الحكم الاول انت واحد قاسي والله قاسي والله تعاقب انت اللي واحد فيهم يا الواسخ تعاقب والله تعاقب جولتين خاسي وتعاقب والله قاسي ولا كلمه ولا كلمه ونزل يدك لا سطر على فمك ولا كلمه والله تعاقب والله تعاقب الله والله تعاقب تخاسي والله تخاسي والله تخاسي انزل 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 تروح يما ابو يعرب يا عرب ابو يعرب ابو المساء يا عرب خالك ابو يعرب ابو المساء يا عمو مجد تعاقب يلا ملك ابو حالو انزل ولا كلمه ولا كل ابو حالو خالك ابو حالو تضحك ومتولي السنج قال لك عليه المسرحيه ولا كلمه ولا كلمه والله تعاقب قام وانت زين صفر قام زين صفر واقف بباب المطار راح يجيك رقم غريب عندك دوره 45 يوم ملك اقول لك اقعد مكانك اقعد اقعد تكبيس يا شباب تكبيس يا عاد يضحك ولا كلمة من قال لك انا عندي بطل اكسجين يا مختي نقي يجي يم هنا اسكت اسكت انت اللي قوي عندي مستشفى الخدج اغبر اكبر انت يا الاكبر ولا كلمه اسمعني خدج ولا كول ما جيت للحياه ولا كلمه ولا كلمه مبين عليك ثلاث قنان مخلص ام الالف اتخاسي اتخاسي ما ادري شنو قلت اتخاسي وبالرفه انت يا الواصف مع بعض يا عيون مع بعض لا يفوز الهاطق يا عيون أويلي إذا أفوز أويلي إذا أفوز يا عيال مع بعض لا 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 زوج سر حياتي ما ترحين يم زوجك ما طول هو سر حياتك ايش عندك قاعدين من اربع ساعات خربيك وخرب زوجك وخرب سر حياتك من هالمال حمل جمال يا ربي من هالعالم هاي لين انت ولد مع بعض يا ايوه لا
يلا مع بعض. لا 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 مارك حبيبي نورت نورت الحبيب الغالي الشيخ احلى شيخ مارك احلى الحبيب المطموخ العلم. والله لا صلخك اليوم شلون تصلي اول يوم العيد تعالوا مرحال حبيبي احلى الشباب عدب الشباب الدبل 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 يا شباب احلى مرحال يلا يا شباب صار ساعة نمشي تعبنا احلى راس اضرب يا شباب ايش عدك قلب ايش عدك قلب ما طول متونس جاي تضحك ترى مو خسارة يا شباب ايش عدك قلب اضرب يا شباب اضرب يا شباب نورت يابان احلى مرحال اضرب يا شباب اضرب يا شباب اضرب 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 عالتوب 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 ترى انا قريب عالتوب يا شباب شدوها عالتوب احلى مارك العلم شوفوا يا مارك الشيخ الغالي علاء الاسد الحبيب اضرب يا شباب مرحال احلى بان شوفوا شوفوا يا شباب شير 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 يا ولو اسد يا عافية يا ولو يا ولو اسد يا ابا خلي الشباب براحة في دس خلي دس ما مفوس حتى لو تكبيس تعال كم يا عيال ما قصرتوا مكبسين المشيرين الله يسلمك الحكم الاول حكم تلزم المخدة كلاب جولة كاملة شنو شنو ذا نطح انت والمخدة ناطح شلون قاعد تتعارك ويا واحد الحكم الثاني الحكم الثاني وهودي عنده هاي الالعاب اسد صغير نمر صغير ما شريت لحيوانات اه انت موجود حلو لا الا بجيب لك مشاهين هون قال لي ما بابا ارتاح ارتاح انا مو الي انا مو الي رمضان ومالي خلق اسولف وياك لان صايم ومحلق المشي انا مو الك انا للجمهور مره خصتك اوكي بطانية تلبسها بدوم انك لابس اسود راح تكون قطوة فهودي وراح تقول له مياو اوكي حدي. انت مريض ولا على المريض حرج اقسم بذات الله بس يلا تش يا بابا تش ما هو قطعت فهودي لا 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 بشرفك عوف المزح وهذا خلي خلي لايفنا حلو محترم بشرفك لا والله ويانا يلا 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 زين شيء ويا العوان تقول لي حيوانات تقول لي هذا اللي موجود لا فنمزح وفسر يلا عندك رسالة عندك رسالة من أهل البصرة ونعم ونعم من نصرك هاي الفترة أكو بعض المناطق تعرف أنت تصفية المياه وهالأمور أكو بعض المناطق قاعد يجي بيهم يجيهم ما يخابط فاتصل عليه واحد من أهل البصرة أخو صديق قال ليش ما تحاكي شباح أنت رسمي ونسوي تانكي قم نفذ الحكم لا شرط ولا كلمة وتعاقب تعاقب تعاقب صوتك صوتك أسكت بس ولا كلمة ولا كلمة تانكي خالك ولا كلمة تركب شنو؟ أي شيء الضربة ما يهمني شنو شنو؟ تلبس بطانية بطانية وتركب
الحكم الثالث دكتور. شلون دكتورنا؟ تلبس ابيض والسولف ويا الباب وكأنه ما مريض. الباب كأنه ما مريض قاعد يسولف ويا سماعات فحصه ما ادري شنو اخر شيء يعني الفقره الاخيره تضرب النريط طوط ابره. تعرف الابره مو؟ ونأخذ الحكم الأول. يلا قوموا لك. ولا كلمة ولا كلمة. يلا. ولا كلمة. يلا. تلزم المخدة تشبحها تكي. أسكت أسكت. لأن عشان أنا نافذ. لأن أنت أنت جبان وما تقدر تقابل أسد رجال أسد ديب طبع الأسد طبع الديب. حلو. الحكم الأول. الحكم الأول. تقعد قدام الجولة هيك تسوي شغل أغنية هي مخبل هي مخبل هذا الحكم الأول. الحكم الثاني حق الداعمين. الحكم الثاني هاي لازمتك لذاناتك وهيك وشغل تقرير القروض. الحكم الثالث تجي على اللايف تقلد لنا صوت التمساح الهديه يعني هيك تجي بالفجاه وتظل تلبط من قدام الشاشه وتروح ثلاث مرات ثلاث تماسيح اريدك 9000 نقطه 9000 نقطه اريد. لا ما تزيدك وما ينفذ غير شاربة زينة. جنة من؟ لا لا سجاد شاربة زينة. اصبر اصبر. يلا ولد. ولد. تسمعني ولد؟ تعال. تعال ولد. كسر تليفونه شباب خطيه راح يسد البث. لا لا شباب شباح صديق واخو حتى لو ما ينفذ الحكم في دويله احنا اخوان نسولف ونضحك نغير جو كل احنا نفسيتنا تعبانه وكل واحد عنده ألف دوامه كل واحد عنده ألف دوامه براسه. اي والله والشتا جاي والله كريم الله كريم الله كريم. أطلس الحبيب. ألو حجي. شنو تقول؟ يقول شباح ما ينفذ. قلت له فدوة إله إذا ما نفذ لأن قال راح يمكن طلع من الله. قلت له أنا شباح لا 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 جوالي عالق. إيه هاي وحدة اثنين قلت راح أعطيك حكم حلو. قل لي يا هاطي حلو راح أعطيك حكم حلو ومرتب. جدر عندك فافون لو جدر ضغط اللي يسوون به الكبسه جيب راسك اسوي فيه كبسه. لا لا من رخصتك عندك جدر مال كبسه لو لا اكيد يعني عندك في بيت بين ابو كرش سنين فيعني ممكن ما له داخل المتر. المهم المهم تدري السنه الجايه سنه واربع شهور اي هذا بيني وبينك البوي الواحد بيصير شفت كبر راسك ذا واذا فيك خير تعال احتمال اشيل بس بصبعي اذا صبع واحد بس اشيلك وانازل حبيبي منا ازحف فيك منا ازحف فيك اسمعني منا بعد سنه انا ما فاضل لك بعد سنه بعد سنه انا راح ازوج الناس هذا ده اول هذا اول حكم اول حكم خمس فانيله. الحكم الثاني الحكم الثاني بطانيه عسكريه زيتونه تتلفلف بيها باللايف زيتونه خالك منو زيتونه بطانيه زيتوني اوليفا انت انت لا ايش لك داخل انت البطانيه شنو لونها مالك داخل زيتوني ما ليموني ايش لك داخل في لونها انت بس لا تحب اللون اللي تريد تجيب له بطانيه لونها وردي ولا شنو تعاقب لا من رخصتك ترى ويانا مراهقين باللايف لا سوي هذا انت اكبر مراهق عرفتك حياتي انت بطانيه وردي لا تجيب اسكت اسكت مراهقين ومراهقات عندنا باللايف لا تجيب اسكت اسكت
لا شباب ينفذ. يلا تلفلف. اسكت اسكت شباب. يلا افتح جولة كاملة. اذا فزت عليه نفذه كمان. وانا قايل بي شو قايل بناء عليها. العب العب بدون حلف. العب. لا جاي احلفان حتى يعني. اسكت 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 شباب. خطي يمسي وعملية مع المصراناور. اي ورب الكعبة بزحف فيك. بس يضرب برد يفتح الجرح هيك يصير 1.6. والله تخاسر. لذلك انا ملفلفه بالبطانيه قلت على مودي لين من وقت وشربت السوب والعصر. السوب وتخاسي تخاسي ما شربت اني سوب. شباب شباح يحب السوب كله من هذا كله هيك يسوي الخاشوق. اي الله يسود وجهك وخر راح نقعد يشفط خرب بيتك. ويحب البصل هذا المدعبل الاحمر. مدعبل خالك مدعبل. يموت على البصل المدعبل الاحمر شباب ليش ما اعرف. تخاسي تخاسي. يشفط 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 شباب يشفط سوب سوب ارجع لهم. بس بالليل لا تتقرب له شباب. هالانسان هذا ما انصحك بالليل ولو تفتح باب الغرفة اللي نايم بيها. تدري ليش؟ تدري ليش يا شباب؟ مو ملفلف 24 ساعة بالبطانية وعرقان. قبل اسبوع طبن 5 دبانات للغرفة. سود الله وجهك. هذه واحدة منهم. ايوه ايوه هذه واحدة منهم. ايوه شباب كيمياء وحاطة بالغرفة. امسك هذه واحدة منهم عشان اموتها. تعال اموتها. تعال تعال خلى موتك. تعال خلى موتك. تعال تعال. لا بارك الله في عدوك. ابلع ميوت. تكبس وشير يا شباب. شباح هذا ويانا ولد خطيه يقول والدي متوفي هات الشباب خلي يقروا له الفاتحه. خليه الله يرحمه يا رب ويغفر له ويغفر روح الجنه. اي والله والاغاني شويه يعني بس على ما نخلص قراءه الفاتحه. عرفت شو؟ اعوذ بالله من الشيطان. شباب مرة ثانية الفاتحة رحم الله والديكم. شباح زينة. هاي تعال هبنج. اسكت. تعال مو مشابك ليجة. اسكت اسكت قلنا لك زي زي اسكت. الله يسود وجهك. اسكت زينب. ولا كلمة. اي وينك راح منوك. الله يلوع شبدك. راح وجهك شعر كأنك سر سر باطن. راح منوك. راح زينب. اقلع ادلف ابلع ميوت. الله يقرفك. اقلع تعال. شيروا يا عيال مع بعض الكل شير ويكبس يا عيال. يد واحدة يد واحدة لا حد يخلي احد يا عيال. شباح سؤال. الله يقلعك شباح. ايش تبي؟ عندي سؤال اخوي. نول الله وانا خالص من هالاسئلة. اخلص. شايف مسلسل وادي الذئاب مراد علم دار وهاي شايفها؟ مسلسلة حلوة تركية بيها شخصية كلش أحبها. شخص كبير يسمونه خالو زازة عنده حركة تدري شنية؟ خلينا نسويها هانيك مقطع لأن هو عالم يحبون هاي المسلسلة. بس المقطع يراد لازم هانيك نسويه مو بس أنا. أرد ألعب بحلمة إذانك و تعاقب. والله تعاقب. اسكت كل ثمن. اسكت انت ابلع ميوت. ابلع ميوت. بتحبني يا شباب؟ ابلع. الله يخرب بيتك. اقول لك وين شيخ تريشه؟
مع بعض يا عيال مع بعض. حلو. الحكم الأول شباب عطر الحكم أبو الشوق حبيبي رحم الله وديكم من شباب. إيه والله بدو شباب الهدف هذا بطوط تحقيق الهدف هم مهمة دا تقدر تحقيق الهدف دبل الطوط دبل الطوط شباح الحكم الأول فهود عده هذا البايسكل الأحمر أبو ثلاث تايرات الله يسود وجهك مالك دخل فهود مالك دخل جيب لي تعال أقول لك بجيب لك كف على عينك الحين أعلمك شلون جيب لي أخلص حلو فهود عده كرك لو عنده كرك لخليته يصبه على وجهك كامل ويحرق وجهك حرق وأعلمك شلون عنده كرك لك أغبر مو الكرك هذا الشاي الكرك أغبر خالك الكرك هذا مال البناء مال عمالة اللي يشتغلون ما بعد ما عندنا بأمك والله لا خليه يبني وجهك أول ما يشتري خليه يبني وجهك ويلوح الرمل ويهبد على وجهك يزحفك تزحف عندك حلين أما تطلع للحديقة تحفر لك نقرة أو تجيب رمل والذبة يمك تظل تحفر اسكت 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 حكم الأول حالك حال عامل البناء تحياتنا اسكت على راسي عامل البناء لا شنو تحكي على العمال يعني تستهزئ بشغله لو ما عامل البناء انت ما قاعد ببيت ولا كسر لا هاي اريد نسوي انت ورع انت ورع انت ورع انت ورع انت ورع انت اكبر ورع عرفته في الحياه يا ورع هذا الحكم الاول الحكم الثاني اكو بالباب حاويات مال زباله بدله زرقاء وتطلع تجر الحاويه انصافا بعمال البلديه حاويات لا ما رخصتك شنو تحكي على عمال البلدية لو ما عمال البلدية ترى الزبالة تصعد على راسك تحكي لك صراحة وتصعد على راسك لا أبشرك إنه صعد وياي أبشرك إنه صعد وياي لا لا أنا عمال البلدية على راسي أخليهم أكيد أكيد لا من رخصتك ما أسمح لك تحكي عليهم ما أحكي لك نضحك نسولف على راحتنا أوكي بدلتك الزلقة وتجر الحاوية طول الجولة ما أحكي آه الحين أجر لك الحاوية تعال قطك برا تعال تعال قطك برا عرفتك انت من يانوار هلا قطك برا لا رياضك وما ينفذ غير شاربه زينه مع لسه تعاقف تعاقف يا اخي انتم وين حق الداعمين بشرفك اي عطنا عطنا حكم عاد لو انفذ لك انتم الداعمين ايش علي منكم قلم عندك عندي قلم حط القلم بحلقك وتكتب على الحائط ابو شاهين بالقلم هيك شنو؟ تبيني اكتب؟ بأمك من هو انت عشان اكتب اسمك على الجدار؟ تاج راسك انا ولا؟ تعاقب تعاقب نسيت انا اقطع وخس انا تعاقب تعاقب انت ما تجي تاج صبعي عشان تجي تخسي تخسي انا الذي نظر الاعمى الى ادبي اقول لك اقعد راحه بس كلمات اقعد راحه اقعد راحه بس فكنا والله تعاقب والله تعاقب وتبطي يا خسيس عليك وعلى وجهك يا جليل الحياة عليك وعلى وجهك تعال تعال اي تعال انا بيك انا بيك تعال تعال اي تعال 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 ورب الكعبة لا لك مكتلكي والله لا لك تعال 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 ولا كلمة ولا عليك وعلى وجهك عليك وعلى وجهك ابو شاهين اذا انا سدت ابو شاهين راح انزل من القسط عبر بيها اذانك راح تنسي اعرف راح تنسي اتخاسي اتخاسي باذانك راح تنسي اتخاسي والله اتخاسي عجبنا شو اسوي ايوه احصرك ببرميل مال نفط واسد عليك القبق والله تعاقب اطلعك ورا اسبوع هيك صاير باوي مرات عندنا بالعراق ابو بريس وقع بالبرميل يطلع يابس اطلعك يابس واجب هذا انش البريعسي يا بريعسي بتظل بريعسي يا بريعسي حافظ مكانك حافظ وعارف ان مكانك البرميل يا برميل اي مدور براعصي يا ابو البراعصي القه القه بس ماكو وجركب عليك بشرك بالطرمه ولمك ولا كلمه ولا كلمه وارش التراب مالتك بكل شيء بالبراعصي بالبراعصي التراب شنو بالبراعصي نصبا عليك رشد ارشد والله تخاسي والله تخاسي
عيب يلا قوم يلا قوم ولا كلمة. لا لا ما جدكم ما ينفذ غير زين صفر عايشين والله تخاسي والله لا زين يا شباب زين والله تخاسي زين روحك اليوم زين ما حلوة الحلاقة عجبتك تخاسي شوف المزح بشرفك حلوة ناك جاوب والله ودي اخلاقي ما تسمح لي ارد عليه بس سألتك سؤال جاوب القصة حلوة؟ لا لا والله عجب ما شباح تدرب هذا الأزرق طالع تشبهني حلو لقيت الحكم أكو فلتر قرد خليه والشغل بتقرير القرود جولة كاملة خاف لأن يعني أنت جت تتنمر على حيوان الله خالقه مع الأسف وما عنده لا ما لا من في الأرض أرحمكم من في السماء تتنمر على طول طول السن مزحف بي تنمر جات على ذي شوف رب شفت ربه. أنا ما غلطت على الحيوان قلت شبهك عادي يا ربي قلت شبهك ما فيه شيء يا رب باوي ليش تعزم هسه وراح ادعي لا تدعي لا تدعي هذا اللي اقول لك لا تدعي يا رب لا تدعي على شلون ما اطلع وهدك لا تدعي يبعد الصبح يلقى نفسه يا ايه قمنا في الحكم خلص خلص عطنا احكم زي الناس اخلص فلتر وتقرير القرود احتذر من القرد قدام العالم ترى جمعية الرفق بالحيوان اللي انت هنا بألمانيا شاربك زي مولا خلي يرفقون فيك اخلص عطنا الحكم بس انت مع الاسف مبين من كنت صغير تركض ورا الكلاب بطابور صح لو غلط ولا كلمة خاسية اركض وراك نعلة الله عليك ربي اركض حق هاي الليلة يا الله لا تادعي قلت لك ابلع ميوت وتشبح الصبح يا رب حق هاي الليلة يا الله يقعد الصبح يلقى وجه القرد وجه القرد يلقى بولع ميوت خال الحكم الأول شباح أيوة الحكم الأول ضغط ستة على اللايف ستة لا تقول لي ما أقدر وكرشي الدندل ما لي شغله زين الحكم الثاني ركض بايسيكل جوله كامله تركض غر 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 الحكم الثالث سوى هاي الحركه باور جوله كامله دمبل صب العشره اسمها شلون البارحه سويت بشيخ فرحان خطيه صحيح اسمه شيخ فرحان خلص عمره يبكي باللايف ما اعرف ليش انتبه لي يبكي وصيح لا حول ولا قوة إلا بالله مجبور يا شيخ مجبور. أنا زعلان عليك شيخ فرحان وراح أوجه لك رسالة من خلال هذا اليوم إياك وبالك في يوم من الأيام توقع بصدري أو تلعب ويا جولة أخليك قبل تروح على دائرة الجنسية تقولهم غيره اسمي من شيخ فرحان إلى شيخ حزنان لأن الضحكة ما راح تمر على وجهك لا وحق هاي الليلة عيب 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 جسمك يا كلبي الأسد شهر تحكي علي ما حدا عليك بهذا الدم سمعت يتكلم عليك لا بس ما قال شيء قال زعلان من بس ما تقال مش هي زعلان علي يا شباب بس يحكي بزرف واحد من خشمه مو اثنين من خشمه انت قد تجيو قد تجيو لا والله شباح ليش تفرح من نحكي عليه؟ صار ناصر وين ناصر؟ ناصر والله مختفي ورب الكعبة بس لا عنده أمسية لا آخر مسوي له برودكاست في شو اسمه في دبي راح عبالي بالعراق
شوف يلا راح نفتح شباب شباب شوف الحكم راح اسوي لك شغله راح اسوي لك شخصيات اذا حزرتهم بدون ما تضحك بدون ما تضحك اوقع لك الحكم اول شخصيه راح ابلش بيها طبعا يعني للشقة هم اخواننا واصدقائنا بس هو شباح قال لي سويه شباح السلام عليكم جمهور 1-9 ربي بساطر كله نويس ارحب الشيخ ارحب الشيخ شباب يا عيال انا ما بعك تركت كل شيء انا مشتاق يلا عاد يلا عاد كل الحب لك كل الحب لك شباب اليوم دخلنا 21/8 وهذا 1/9 بعد الشهر راح يصير لنا 4 سنين أحباء مع بعض ارحب يا شباب حرقت الفيلم وحكيت أنا قلت لك لا تفهم زين الشخصية الثانية خلاص خلاص نويسر والله ما أقدر يلا الشخصية الثانية شخصية ثانية بس إذا ضحكت أقسم بالله عسر يا ماكو بس تضحك بس تضحك شباب إذا ضحك
لك عاش الحب. راس شباب بخليه حلو. هسه بدك الشخصية الثالثة. يا شخصية يا شباب هل كبير شباب ارحب حب كبير شباب ارحب الشيخ حيك حب كبير شيخ تكبيس الشير يا شباب الرقم الصح واحلى مشاهدات في البرنامج كان يا ولا ليش تقف لا ده الرقم الصح زين يا ولا لا ما يصير تضحك أكبر الصوت لحظة هذا اكيد ما تعرفه هذا الشخص ما تعرفه هذا مشهور بالعراق على مستوى العراق شباب لا حد يكتب له بالتعليقات فقيل ما يصلى على محمد وآل محمد شغل عقلك شباب يكفيك انك تشتغل اشتغل شغل عقلك يا شباب من هذا؟ من هذا؟ ما اعرف ما اعرف لحظة راح اشغل لك بعد واحد اوكي؟ هذا تعرفه أكيد لازم تعرفه بعد ما بادي هسه راح يجي يلا راح اطب ارحب العيال ارحب العيال العيال سيارة تكبيس العيال ما عرفت من هو؟ ما عرفت ما عرفته؟ حلو حلو
بس راح يجيك شخصية حلوة أنت تحبه وهو هم يحبك. تحبه وهو يحبك. رجاك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حياك الشيخ. حياك. عمار. من هو؟ عمار. لا هاي خلقتك الزفرة. ما عرفت خلقتك الزفرة؟ ممكن هذا اتحداك تغلدي. انا دائما اشغل ذي الاغنيه بس. عمار لا عمار هسه حقلت لك عمار تريد؟ لا دائما اقعد هنا بصف التليفون. هذا من هذا؟ عمار بالشتاء من يلبس البرنيطه. اكيد انت الشتاء؟ عمار جاي. عمار تعال مشاهد قاعد يقول عمار كذا بالشتاء. عمار بالشتاء من يلبس البرنيطه. برنيطه؟ برنيطه وين راح لك ذا مع الشتاء؟ بعد ما جاء الشتاء. لازم تجيبه. جيبه والله خلينا نشوف. هسه شوفها مضبوط ولا لا؟ والله ابوي جاب شيء وانقسم لابوي والله. حبايب قلبي يا احباب الروح. احباب الروح حبايب قلبي. القلب ارفع القلب ما يجيبونه. عمار راح اجيب عدسات واشتغلك يوميا انزل لك. لك ليش ابو شاهين مشتاقين؟ شو اخباركم؟ والله احبك يا عمار. احبك يا عمار قلبي والله. انتم في القلب والله دائما. الشباح قال قلت لنا شخصيات عجبتها. اكثر شخصيه عجبتها ما الحسحس ما اعرف ليش يضحك. اخباركم اموركم لكم وحشم والله. يقول اضحك الله يرضى عليك. اسمه على مشاهدات. هو رسم فعلا الرجال على مشاهدات جاب. من هو؟ هو الشيء قاعد وحسحس ورا. صحيح. قاعد ورا. قاعد البرنامج الثاني يا ابو شاهين بالشو اسمه؟ حباب قاعد صديق. شو اسمه البرنامج الشباح؟ لا بشرفك. لا قولها قولها. لا خلينا نحضر سوا. لا يلا حضر سوا. يلا 1 2 3 يلا افلش. يلا نقول افلش الدولة والبرنامج. افلش اللعبة. لونك عمار ماكو مختفي يا عمار. والله موجود بس تدري عندي اعمال دا اشتغل عليها. اي الله يوفقك تستاهل. طيب بالشتاء اللايبات حلوة ترى. لازم يومية موجودين. الشتوية هاي راح تجي عمار. ايه. اقسم بذات الله حطها علي نقطة. ايه. اذا عراق احتاج يشغل صوبة بالبيت انا هذا شارب ما عليه. طبعا. ما راح تخلي علي يشغل صوبة. شباب ما يفهم شنو الموضوع. ايه. افهم انا السبب. يلا شنو تعمل يلا شنو. ليش ما يشغل صوبة العراقيين بالشتاء؟ لان ابو شاهين موجود. ليش؟ شنو صوبة؟ حمت يعني. صوبة يعني الهايتسون. صوبة دفاية. دفاية ما يحتاج سمين. سمين ما يحتاج سمين. دائما تلقاه محتاج. تدري عمار هسه شباح الى ازرقه تفاحتين اطلع خل التفاح من ابطه. اي والله سمين وحران هم بعد. لا بس ضعفان تدري شباح. ضعفان يا معود عليك من ذا والله. لا بس ابو شاهين ما دا يشجع تدري شباح. ادري ما بدي ما فاتح لعب بالايفون عمار. ما فاتح هو قال لي اليوم الظهر. ف
فاتح له بالايباد هذا الكبير اللي يجي اكبر من الايباد. زمان افتح بايباد انا اصلا. ليش قال راسي ما يقعد على الكاميرا مال الايفون يطلع نص. والله اقسم بالله عند ولدي يقول التقيت بيه بالطبيعه. يقول ابو شاهين شباح قال قسما بالله راسي اكبر من السبير مال الجي كلاس. هيك يقول. اكل جي كلاس خالق جي كلاس. جي كلاس معود لا. جلاس هذا واجهك الجلاس نحكيها بالالمان غير خاص والله شفت له صوره والله بيوم الوطن السعودي نزل صوره بس هيبه هيبه ابو شاهين ما شفته عبالك لابس بعدك شيء ها عبالك عقال لابس كان ايه شماغه ودنيا بطانيه كان خال ماكو شماغ علي والله بس والله لبس كلش حلو لابس كان تدري وين شفتك بسناب شلون اكسبلور شفتك يصعد اكسب لور اكسب لور وحركات الله يسعدك والله يا عم ممكن اضيفك شباح اتشرف فيك والله اتشرف والله بس خلي اضيفك لحظه عمار هذا الفنان الكبير هذا عمار قلبي والله شباح شباح اقسم بذات الله راح اسولف هذيك السالفه اي سالفه اي سالفه شفت الفيديو بالسناب لا هسه منزل فيديو رايح هو وجماعة سفرة الهوتيل بمسبح كلهم يسبحون اللي هو قاعد برا ليش؟ ما لاقي شورت على قياسه عمار يقول لك الشورت يطب بس برجل واحدة الشورت يطب بس برجل واحدة والفيديو موجود عندي هسا راح أعرضه باللايف لا مشان لا فعل لا حرام أنا ورا من الصبح لليل جاي أتابعه قلت له لك هادي ترى اعرفك واعرف البكرشك شنو اعرفك واعرف البكرشك شنو لا تطوع ذا عمر والله ذا نفسيه قسما بالله مجنون مهووس فيه والله مهووس قسما بالله مهووس والله العظيم والله انت منكم مصيبه قسم بالله والله مهووس ذا فيه مهووس ايوه اشوف العمار البارحه ايش كتبت لي بالليل شنو كتب لك صور لك في المستشفى وليتي ما رسالت لك صور لي بالمستشفى وقال لي شو ان شاء الله بالله على السلامه تخاسي والله قلت كاتب دعاء حق المريض والله اني كاتب دعاء المريض الواسخ سلامات سلامات شباح شبيك الله يسلمك حراره ويلي 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 امر على الابواب بغير حاجتي شنو ماك الحمد لله على السلامة ولك لا لا والله سلامات شبيك شباح الله يسلمك الشيخ ما عليك من هدة في البا بس الحرارة من تعب الشيخ والله خير إن شاء الله والله تقلب للجو والله صحيح هو هذا فلاونزا فيروس بس مو فيروس اللي اسمه فيروس الفلاونزا هذا سجلت البيت ثلاث أيام والله العظيم صدر صدر من غولي خذها من عندي تدرس الأسد ثلاث أيام ماكل بي أمار هذا الشباح اللي قدامك وهاي الليلة أنت تثق بي لو ما تثق بي لا شون طبعا هاي الليلة يا عمار والزاد والملح البياناتنا كان يمي بتركيا ونكرني اجاني جاب لي ابو علي جاب وين خلاه اطلع عن بامك من بيتنا يقول لي يمي بتركيا جاب لي يا ابو علي الجابر كيلو لحم من الخدر راح يوبا راح كل مره جاي انا ما راح عليه ابو جابر مره يا اخي مشاكل عائليه والله انتم دائما دائما يتعاركون تدري مره من المرات ايش قال لي ايش قال لك يقول لي والله العظيم لا ما اتصل لك برج ال 12 12 وربع يصير عندي خوفه من اتصل لك احس بالامان اللي كله تليفونات يعني هم باللايف مقابلني امك انت باتمان اي امان لحس فيه راح توكل على الله راح قال لك امك احس بالامان فاضي انت انا باتمان ولك ايوه باتمان بالامان مو باتمان هو باتمان انا باتمان انت برميل ابو شاهين انت برميل مال باب الشرج شايفه هذا البرميل الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك ما لا طب بشكل عائلي يا حبايب ضرب الفقير والله يسامحك وهالامور هاي انا قلت لك الله يسامحك بعد فيه شيء هذاك الرجال جثه بالبيت بسببك خطي يا دكتور فرحان قلبته دكتور حزنان نهار هذا منو؟
دكتور طالع بالافيطه نصايح، هو برنامج كله دق ورقص. ام فراوله، ام فراوله شنو؟ ام عمر القست. لحظه شاهين، شكو ماكو بعد اخبار؟ والله ماكو. وين واخذين دائما؟ وين؟ والله اني بعد ربيل اليوم جيت والله من دبي. حلو، عشته ترجع على الاستديو مالتك باربيل؟ ايه طبعا، اجواء راح ترجع اقوى من قبل. لازم لازم والله. اني تدري شنو ابو شاين، هالفتره اني يعني دا اختفي لين دا اجهز اعمال، عندي تقريبا 6-7 اعمال حتى يكفينا الشتاء كله، وبعدين نكون نتفرغ لللاب ان شاء الله. كمل اعمالك ونزلهن وجيبن ان شاء الله مشاهدات عاليه، وتعال لين تواصل وياي حسيب مزرعه. منو هذا مزرعه حسيب؟ حسيب مزرعه قال ابو شاهين، قال المشاهير كلهم اجونا بس انت. منو هم هذول؟ ان شاء الله عشيت اجيك. منو هو؟ كله 15200 دولار لايف 30 سوالف وضحك العالم ملتمه. منو؟ ايش ما فهمت؟ بعدين افهمك. شباب فهمت شيء؟ بعدين افهمك على السناب. يلا تمام تمام. احلى عمار الورده. حبيب قلبي يابا، نشوفكم على خير ونلتقي ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله. يلا مع السلامه. يا هلا والله. هلا 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 والله. شباح، احنا دائما لايفنا عباره عن جولات، صح لو غلط؟ يعني الاكثريه جولات، اوكي؟ هسه راح احكي لك عن قصه مرت بي يعني من القصص اللي مريت بها بحياتي هنا بالمانيا. راح افتح لك قلبه وتفتح لي قلبك. كل واحد يفتح قلبه للثاني ربع ساعه. من هو اللي تريده اول شيء يفتح؟ اكيد انت راح تفتح قلبك، تعال. بس شباح قصه حقيقه بعيد عن المزح وعن هاي الامور. يعني فالشيء نريد اليوم نعرف من هو شباح خلف الكواليس. كواليس هو نفسي شباح اللي قدام الكواليس. شوف مو قلت لك انت مو مال احترامات؟ العفو على هاي الكلمه. لاني اريد اتشرف بيك. بشرفك. ايش اسوي لك انا؟ ماذا انا اقول لك انا؟ هاي كواليس نتكلم عنها. لا عاد انا راح اسولف، راح اسولف على لسانك لان انت ما عندك جرأة. لا 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 ما تسولف بلساني. من هو انت عشان تسولف بلساني؟ راح اسولف على هذا الطويل المات رحمه الله على روحه. الله يرحمه يغمد روح الجنه. حافظك بالشقه ما تقدر تطلع الباب، تروح تجيب صمون خالص. اسمع 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 والله خالصي. اسمع يا اسمع يا علي، انت واهلك صح؟ ميت الرجال الله يرحمه ويغفر له. بس شنو سبب الوفاه؟ لا اله الا الله. دقيقه انا اقول لك شنو السبب. نص دقيقه. لا والله اتكلم جد. لا جد والله العظيم. انا اقول لك شنو سبب الوفاه. شباب نسيت انا سبب وفاته والله. شباب سبب الوفاه جاب له قطره من قانه اللي سوى ذات السحايه، عزمه على اكل، ذبله بالمرقه، الرجال قام الدود يمشي ببطنه، الدود اصير الف. الرجال ميت يا ورا ميت موتر. بس وين الطير؟ يلفك يوم القيامه يعني وين تروح؟ يا ورا الرجال ميت الله يرحمه يا رب. انت زوب وزوط ابو جهنم. تدري بقول لك شيء؟ ذا الرجال اسمع 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 تفضل. ذا الرجال كانوا يجيبونه عندنا يتدرب اسمع تخاسي اسمع كانوا يجيبون عندنا في هنا في الديره اللي انا فيها اطول رجل في العالم واصغر رجل في العالم. طبعا جابوه ذا عندنا والله يا ابو شيء. هذه ذي قبل لا ادخل السوشيال ميديا، قبل لا اعرف السوشيال ميديا، قبل اي شيء كنت بازر، كنت ورع. اعرف كان خالص قبل السوشيال. زين زين تاسكت تسولف ولا لا؟ يلا تفضل. وانا قاعد اقول لك احكي لي اللي بقلبك. عرفت؟ تخيل لين كبرت بعدين دخلت السوشيال ميديا وزي كذا وقابلته، والله العظيم اني ما صدقت، فكرت انه كذب، بس يوم شفته في الحقيقه يا ابو شاهين رب الكعبه. انا حبيب تحياتي. انا وانت وشخص ابو عرب. وش انت ايش اسوي لك انا؟ زين وشخص ابو عرب يتيم الرجال. ايش اسوي له طيب؟ وش دخل اليتيم جوال سوبه انا؟ شني دخل انا فيه؟ يلا عرفت؟ والله يا ابو شاهين ما شاء الله تبارك الله ذوك الرجال.
الله ما وقفت ما شاء الله جبل 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 لا اله الا الله يرحمك ها من مات ايش هو قاعد لنا صارت على كيفك انت نقول لك والله ولد قال اسمه فيصل ما ادري والله انا بس هو كان في المستشفى وقت موته يعني صدق بالمستشفى الله رحمه كان حاط الاسديتين قبل لا والله في صوره نزلت انا كانوا حاطين له زي كذا حق تخطيط القلب وزي كذا والله ما يستاهل الرجل الله يرحمه لكن يقول لك الطيب الطيب رايح من هالدنيا يقول لك اذكروا محاسن موتاكم مو صح؟ الله يرحمه زين انت تتذكر اذا هو طول فتره اللي تعرفه بها شابك عجول لا ما حركاني يا رجل اطبقاني بس انه يعني قبيت اكو شيء اسمه فيه اي بس ما اي بس ما مديني جوكر يو ما مديني جوكر يو ما شاء الله تبارك الله شباح سؤال العصفوره قالت انه على قولة اهل البرامج ان شباح فترة من فترات الحياة مر بقصة حب وقعد بالبلكونة يكتب قصايد وقام اللي راح يخطب أبو الابنية جرح عليه الأقار وسوى بحر أزرق تعاقب الحمد لله طقينا البوم لا حبينا ولا يوم يحسن والله تجينا ولا كتاب تاب تريد منه كتاب تاب جد كتاب تاب يا لوح بتسولف عدل ولا هدك ترى اسمع ترى عندي تمرين انا اللي فكري فضيلك انا عندي تمرين انا انسان رياضي انا انسان رياضي اكلم جد والله انا اقفل بيت الحين اروح اتمرن الرياضه اللي انت تلعبها بس هاي شنو ورب الكعبه خلص تمرين اصور لك كذا قسما بالله يوميا اسوي تمرين ابو شاهين اقول لك شايف يعني بالله شباح مصر تنزل وزن لو تناصب علي انا تضحك وياه لا والله العظيم شوف اسال شوف ما حد قابلني من اللي في السوشيال ميديا غير ناصر وبيه هو اللي شاف الفارق شافني يوم كنت انا كم وزني وشافني اخر مره نزل وشاف الفارق بعيونه لا تغرك لا طال عمرك اسمع لا تغرك قول لا اله الا الله اسال ناصر الوبير الا ايد بموضوع تنزل وزن لا دي من نفسي انا اراده اخذتها من نفسي الا ايد وموضوع رياضتك لا عشان يقول ناس ليش تذكر الرجل هو ما موجود بالعكس لا ذكرت اخوي ما لي ذكر احد غريب بالنعم منكم ان اخوك وانت انا هم اخوكم الله يعزك بس انت شنو اللي جاب طار ناصر الربط اقول لك هو اللي شافني في الواقع من يوم ما كنت كذا ومن يوم اللي نزلت وزن هو اللي شافني في الواقع كيف تبيني انا اقنع المتابع او اقنعك زين بالكاميرا الكاميرا ما راح تبين لك حقيقه الجسم صح خلينا نكون واقعيين اقول لك انت اذا تفتح بالايفون تطشر لحماتك على الكاميرا فاتح اذا بقعد استمع لاشكالك ما راح انجح في حياتي ما راح انجح لكن اذا تركت اشكالك وخليت ونظرتهم ورا عرفت راح انجح راح اوصل لون ابيه يعني انت تتكلم عن واحد ماسك دايت 4 شهور او 5 شهور يا بالدايت البقره تاكل خضار وهالسمن ايش اخبر انت اخبر في شو اسمه في البقره انا سلطه هذا دايت ما له دخل سلطه ما له دخل شعري يا ابن الناس ما له دخل اهم شيء الاصرار لا حول ولا قوه الا بالله قطعت لحم قطع السكر ما له مين يقول لك انت قطع لحم مين يقول لك قطع سكر خطوه صار اسمع انا قطعت السكر انا من نفسي لان اي انسان يبي ينزل وزن سريع لازم يقطع السكر ضريت نفسي اسمع انا جاتني مضرات نقصت فيتامين د جاني هبوط في السكر تعبت نفسيا تعبت وشينا كان بجد والله لكن الحمد لله قاعد اشوف رده فعل قاعد اشوف ان انا قاعد اضعف اموري طيبه انا بالحين لا وقفت النزول السريع قاعد انزل حبه حبه لاني ما ابي اخسر صحتي علشان دايت لا وإذا لا سامح الله شوف كل إنسان يمر الظرف مريض يتمرض ممكن صحيح
ترى الإنسان المريض الله يشافه كل مريض إن شاء الله. اللهم آمين يا رب. وصير عظمة ثقيل حتى على أهله. وكو حوائل اللي يتمرض عندهم يطلعون بطر ما يدعون عليه يقول يا رب أخذ أمانتك من السئلة تقول ليش يقول لك خطية على مود يموت ويرتاح ما يقول أنا ضايج قد ما أداري. فأنت الأقرع وأبو شعر الضعيف وأبو كرش الكل ينزل للقبر دار بالك على صحتك بس أقول لك لسه خاطر من خاطر تنزل كرش على مود فلان يشوف نعمه أهم شيء أنت تشوف نفسك. اوكي كلامك صحيح وعين العقل والله كلامك صحيح لكن ايه بس خل اقول لك شيء ابو شاهين في مرحله ايه في مرحله نوصل فيها في الوزن خلاص ما ينفع برضو ترى السمنه ما تنفع سكر طيب ايش فيه ايه اعطيك اسرع طريقه للضعف ليه انا ما ابي اسرع في الضعف انا زي ما انا نازل براحتك تاكل براحتك تاكل الاكل اللي تريده اسرع طريقه للضعف هي الحب اي والله العظيم مو انا اقول السطرات يقول بعلم النفس اطلع 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 تعرف الحب اقول لك اطلع 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 انت والحب اطلع 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 فرق عن وجهي اطلع مش اطلع زواج تقليدي وعرض الدخلاش ادم شوي اسوت عقب اسوي قبل وجهي ادرف ادرف لا بارك الله فيك ادرف شو فهمك بالحب انت بشر جت نصحه بشر منك نصحه يا شباب يتخبر من النصيحه ليش ما اعرف على سف شباب سهمت الانتظار وشوربه العدس على النار شباب سهمت الانتظار وشوربه العدس على النار ولن يبقى سوى دقائق قائم خمس وتغيب عن سماع مطبخ الشمس يا شباب تذكرين نتشن نروح للحديقة نتشنت أنا فقر وانت القليل راح أصبر على وضعك حتى لو خبز وبصل ونقعد بالغرفة الأخيرة ببيت أهلك يا من نضيدة إيش غير قلبش علي يا حميدة ليش قمت تطين كل شخص بحياتك طين تبيدة تتذكرين كنا نطلع نتمشى للحديقة وأخوك يجي منك الشردين تقولي نطبوا بهذا الشارع أقلت جوعان تقولي لي إيه أروح أجيب هاي الطاسة مع الروبة الزغيرون الصمونتين شلون كانت ايام حلوة تتذكرين كان يجي ابوك ابو سترة ام المربعات اللي بطلونا لازق بيه عليك وشايل بيده جريدة اش غير قلبك عليه يا حميدة وين راحت امك وجهها وجه العربيدة مع الاسف كل شي توقعت بس ما توقعت يجي يوم من الايام تطين كل واحد طين جديده دكافي يا فريده دكافي يا حميده مو اسف مو آسف ولا غلطان مو آسف ولا غلطان وانسى البين نعيده الحب اللي بمزاجيات لا ايدك ولا ايد يقول لميني في محتار عيونك حبيب وخليني أشوفك في عيوني واطمئن
لميني في محتارك عيونك حبيبي وخليني اشوفك في عيوني واطمئن دامك انت الهمس في الرمش يا صليلة حليلي تبكي فيني عافية شباب قصة البطارية والهواء في صدر عبارة الناصرية تحياتي للجميع ورب يحفظكم يا شباب ونلتقي في لايف آخر إن شاء الله باكر مع السلامة شكرا للداعمين المكبسين المشيرين شباب الما متابع يتابع علامة الزائد يسويها صح متابعة بقية البرامج ومصطفى جيت بنهاية اللايف تحياتي إليك وتحياتي للجميع كل الموجودين أخوكم أبو شاهين خادم المظلومين 469 من الداعمين المكبسين المشيرين أنا حتى لي يعني صاحب التعليق السلبي هم عم احنا مسامحينك وتحياتنا لك مع السلامة وتصبحون على خير حبايب قلب